يوقفوا عن الذبح ويوقفوا هالحرب. شو يكون شعورك لما امرأة جزائرية كاتبة أو مثقفة تكتب ضدك؟ خصوصا لقيت في مقال جدا لاذع وقاسي جدا فضيلة الفاروق سفيرة النوايا السيئة. فعلا في نساء، يعني أكثر نساء اللي هاجموني وأكثر رجال اللي وقفوا معي، بس أنا بدي غير هالنوع من النساء، بدي إياهن يقتنعوا إنه المجتمع ما رح يتغير إلا إذا المرأة بحد ذاتها وقفت مع حالها. وقفت مع حالها. رح نرجع مع فضيلة الفاروق المتمردة. يعجبك المتمردة؟ الثائرة المتمردة، شو ما بدك. رح نرجع بعد قليل. فضيلة، هل تتفقين مع الأستاذ إبراهيم صحراوي حينما قال البطلة الأخيرة في اكتشاف الشهوباني بسطانجي؟ نعم. نسخة أخرى لخالد مجران اللي طلعت في مزاج مراهقة، أو لويزا في مزاج مراهقة. هل هم ثلاث بطلات هم يعني نسخ من بعض؟ هي نفس الشخص. نفس الشخص. فضيلة الفاروق. ما فضيلة الفاروق. هي أنا من الداخل، يعني هي أنا جوا. نعم. ما يغرك هذا الأمبلاج. نعم. برا. اتفاجأت بإهدائك لي فضيلة بالرواية الأخيرة، كتبتي لي الأنثى مسكينة حتى وإن كانت ملكة. فعلا. تحسين روحك مسكينة بعد كل هذه ال... إيه، عندي هذا الوجع إنه يمكن لا تشعر به نساء أخريات. في نساء متصالحات جدا مع أجسادهن، في نساء متصالحات مع غبائهن. بس أنا بقول لو كنت رجلا لصنعت نجاحات أكبر من هيك. لقدمت الكثير لعائلتي، لقدمت الكثير لقريتي. أنا أريس تحرق في قلبي، فقلت لك انه كل مره بزوره بتمنى اشوف شيء مغير نحو الاحسن، بتمنى. ولكن لا اجد. فضيل الفاروق، كثيرا ما تنتقدين الجزائر، يعني ما قصرتي. احنا يعني بالخليج نقول ما قصرتي، ما قصرت. يعني تقولين الجزائري ذو طبعا قاس لا يعرف الحب الى قلبه سبيلا. نحن اميون حين تتعلق المساله بلغه الحب. الجزائري متخلف جاهل لا يقرا، الجزائر بلد متخلف، تاخرت الطائره عن موعدها على طول تصبين غضبك على الجزائر كبلد، الجزائري غير مبدع وغير ذواق للفن وكذا. وانتقدتك استاذه اعتقد بالجامعه، بنفس الجامعه التي تخرجت منها، صورية غجاتي. لا اريد ان اذكر اسمها. لا تريدين ان تعطيها كريدت؟ يعني ما بدي اعطيها. لا يعني انتقدتك، كيف انت تذكرين؟ للاسف هي انتقدتني. وعلى فكره استاذي، عندي استاذ اسمه حسن خليفه، هو كان رئيس تحرير، هو اللي نشر لنا المقال كمان. يعني في تواطؤ. في تواطؤ. في جماعه اللي هن عندهم تيار معين. شو هالتيار؟ ما بدي اقول التيار الاسلامي. ما بدي اقول التيار الاسلامي لانه لا علاقه لهم بالاسلام في شيء. طب فضيله، بين الاسلاميين والعلمانيين من فضيله الفاروق؟ انا بفضل اكون علمانيه، لانه نحن يجب ان نبني دوله علمانيه. اليوم العالم كله صار قريه صغيره. يعني انا لما بروح بسجاده الصلاه تبعي
وبأفكاري الإسلامية وبروح على أوروبا وبعيش بحرية ومرتاحة. ليه؟ لأنه هني دولة علمانية. لما بيجي المسيحي عندي أحاربه. ليه؟ وانت تزوجتي مسيحي بس أسلم صح؟ كيف أقنعت واحد مسيحي يدخل الإسلام؟ كيف؟ روحي إذا أقنعتي واحد ماروني يغير تذكرته ويحطها مسلم بعطيك اللي بدك إياه. شيء صعب جدا. طب ليش تسمين هذول متواطئين يعني ضدك فضيلة؟ ليش ما تقولين انهم غير يعني غيورين على بلدهم؟ بيشوفوا القشور. انا لما اذكر في حوار مثلا انه واحد في شخصيات الناس بتحكي كل يوم، يعني راح يعملوا له مثل هول السياسيين، مثل السياسي اللي رافع قضيه عن بول شاول. في شيء سياسي ما ياكل مسبات كل يوم كل يوم كل يوم من الشعب كله؟ كل السياسيين بياكلوا مسبات، بس هل السياسي في يرفع قضيه على الشعب كله؟ ما في. طب فضيلة قلتي في مزاج مراهقة في الرواية كنت طفلة ولهذا كنت أرى هذا الوطن كبير جدا، يعني بهذا المعنى بلد المليون ونصف الشهيد، ما أجمل الحياة والوطن حينما كنت طفلة. فعلا يعني لأن والآن ما تجدين؟ لأنه أنا وطفلة كنت شوف هالوطن حلو، كنت شوف مستقبل قدامي، بس بعدني تلميذة، كان بي يصرف علي، هو طعميني هو كل شيء، كنت روح على المدرسة وأرجع. كنت ممتازة كل 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 فترة دراستي إلى أن تخرجت من الجامعة. طب هذه التلميذة الممتازة ليه ما عندها مطرح بالوطن؟ ليه ما عندها مطرح بالوطن؟ تعربنا ودخلوا لنا سياسة معينة، إيديولوجية معينة بأدمغتنا، وطلعين نحب الجزائر. إلى اليوم أنا أحب، أنا موت على الجزائر، أنا الجزائر تسري في دمي، ولكن ما بحب هالوطن يكون هيك، ما بحب هالشبيب تكون هيك. عنا طاقة، طاقة شبانية كبيرة. كيف نعم. بيجيبوا شغيلي من الصين؟ كيف بيجيبوا صيني يشغلوه في الجزائر ونحن الشبيبة على قارعة الطريق؟ كيف طبيبي بيع بزر على الطريق؟ أنا هاي الأشياء اللي بتزعجني. طب إذا حكيت مليون صحفي بيكتب كل يوم، حمل الجرائد الجزائرية وقريها، طب مين بيسمعون؟ أنا مرة كتبت رسالة للرئيس، هل قرأ الرسالة؟ كتبتها في جريدة على أساس أنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برد على كل الناس، إيه بيحمل ألم وبيكتب وبيوقع، برد على مراسلات الشعب. طيب ردلنا. نحن الجزائر فيها غابات من الزيتون، غابات من الزيتون، فيها واحات، فيها أرز، فيها خشب، فيها سهول بلا، مثل ما بيقول مالك حداد، جمل بلا فواصل. وليه شعبنا شحاد؟ ليه في فقراء بالشارع؟ عيب علينا. ليه في بيوت بتنزل بتهبط على ناسها؟ أنا بدافع عن الشعب الجزائري، أنا بحب الشعب الجزائري، الشعب الجزائري عمل ثورة عظيمة وهو يستحق أحسن من هيك. ليه في أموال جزائرية تخرج إلى الخارج؟ ليه منلاقي فرد من من الحكومة عنده أكثر من 3 مليون دولار أو 3 مليون يورو؟ من وين جابهم هولي؟ من وظيفته؟ ما بدي سمي أسماء لأنه بيضلوا يحكموني لألي أو يعملوا لي مشاكل أو كذا أو كذا. نعم. ما خصني حتى لا ندخل كثيرا بالسياسة يعني فضيلة. أنا بقول أنا ما خصني بهالشغلات. شو علاقة؟ بس فيني أنكزن، فيني أنكزن، فيني أنكزن. شو علاقتك بالحياة الثقافية بالجزائر؟ يعني بالمثقفين الجزائريين، وقلتي ريتني قرأت كل الكتاب الجزائريين من قبل. فعلا انا ندمان كثير انه ما قريت كل الكتاب الجزائريين قبل ان اغادر الجزائر. ليه؟ لانه طلعت اميه. مثل ما قلت لك قريت الياس خوري وقريت حنا مينا وقريت عبد الرحمن منيف وقريت غاده السمان. نعم. وقريت، سميه لي قد ما فيكي. شو رايك بعجاله في هؤلاء الكتاب الجزائريين؟ واسين الاعرج يكتب كما يعيش، حقيقي يعني، كاتب حقيقي. الطاهر والطار، أنا بحب سميه الكاتب المناضل. أمين الزاوي، أمين الزاوي مثقف نشيط جدا. مش روائي يعني؟ مش روائي؟ هو روائي على نسق رشيد بوجدرة، على نسق شو الحين كنت بايلك في الطريق، رشيد بوجدرة وعبد العزيز غرمون. لكن عبد العزيز غرمول بحب سميه كاتبي الاول. هو الكاتب الرقم واحد بالنسبه لي في الجزائر. ليش؟
اللي بيكتبوا باللغة العربية، لأنه